حنايا حضرنا هنايا جميع شي جا من الدار البيضاء وشي جا من خارج مراكش كيلومترات هي حضورنا في هاد الوقفه هادي باش نبينوا الصحافة ونبينوا لأي واحد خصو يعرف علاش جينا هنا اليوم هذا النهار بالضبط، لأن اليوم جينا باش نشكيو على الحقوق ديالنا والمطالب ديالنا. المطالب ديالنا هما كالتالي اللي شفناهم قبيلة، وهي أن أول ما غادي يبدأ أولا قبل كل شيء هي شهادة الملكية، لأن هاد شهادة الملكية راها في اسم الجمعية الجمركية اللي هي صاحبة الأملاك كلها، والإدارة العامة للجمارك كدعينا حنايا كمتقاعدين وكأراميل، اللي فينا آخر واحد فينا هنايا، آخر فينا واحد هنا عنده 40 سنة ديال الخدمة، وفي آخر التشرد، وسيدنا محمد السادس نصره الله ما كيبغيش المواطن ديالو التشرد، وعاش الملك. وهذا هو الاساس اللي كنقول دابا، هو الاساس، هو الاساس. والاداره العامه ما عندها صفه قانونيه باش تدعينا اولا وقبل، وباش باش كتقول لنا خرجوا، وحنا خرجنا. فين غادي يمشي هاد المتقاعد او هاد الارمله؟ فين غادي تمشي؟ شحال كيخليو في المعاش؟ 3000 درهم، 3500، غادير ليها 3000 و 3500، يمشي كريب 2000 ولا 2000، شحال غتبقى ليه؟ 1000 درهم، 1000 درهم اش غايدير؟ غادي يمشي يطلب ولا يمشي يسعى ولا التشرد؟ هذا ولا التشرد 100%. وحنا كنطالبوا من المسؤولين ياخذوا بعين الاعتبار هادشي اللي كيوقع دابا قدامنا، ويشوفوها بعين الرحمه بان هادشي راه ظلم. حنا كنطلبوا من سيدنا باش يشوف من حالنا، لان القليل فينا، القليل في الجمركين خدم 30 سنه، القليل اللي ما خدمش. وشحال خلاو لينا لا روتريت؟ انا من 750 الف فرانك خلاو لي 3000 درهم، عملت جوج عمليات على القلب. اش غادي هذه ناكلها ولا الله يخلف على الوليدات هما اللي راهما نافعين تنطلبوا اللي تنطلبوه هما يحبسوا علينا هذه الافراغات. وهذه الاداره الا بغات تدعينا ما تظلمناش، تثبت بشي وثيقه بان هذا الملك ديالها، هذا الملك ماشي ديالها، هذا الملك هذا ديال الجمعيه الجمركيه، ما عنده حتى علاقه بالوظيف، لا وظيفي ولا اداري. هو هذا الشيء اللي تنطلبوا. نعم، وبديتوا تتصلوا بالافراغات؟ بديتوا تتصلوا تقريبا قول خمسه الخطرات سته في العام. ايقاف جميع الاحكام. نعم، هاد الناس يبعدوا منا، ضحيه من هاد الضحايا اللي كتشوفوا. اسر كثيره وكثيره بزاف اللي يعني معرضه للتشرد، وكلهم بوليداتهم. كاين اللي عندهم مسكين وليدات معوقين، كاين اللي هو من بعد الخدمه ولا هو معوق. راه الاكثريه ديال الديوانين هنا كلهم مراد. ملي كتقول دابا المشكله ان حتى الراي العام ماشي معانا، ملي كنكتبوا ولا كناشدوهم كيقول لك وانتم شفرتوا، لان كل شفر واش اللي شفر غادي يتعرض بحال هكا؟ اللي شفر راه مهرب فلوس لسويسرا، اللي شفر داير فيلات، اللي شفر داير مشاريع عايش بيه هو وعايشين ولاده وولاد ولاده، ماشي غيبقى هنايا محاوز على هادو كل خطره مجريين علينا، كل خطره حنايا دايرين نحابه مع العون ديال السلطه. عاش الملك، عاش. راه زعما هاد الشيء راه حاله يرثى لها. وملي كتشوف الانسان ما كان خدام لا مع دوله لا والو، كان ساكن. انا ماشي كنقولش، انا ماشي كنقلل من هاد الناس، ولكن كمثال الناس ديال مدن الصفيح دارت معاهم الدوله السويه وضمنت لهم سكن، وحنايا يقولوا لنا الشارع. ملي غادي نخرجوا حنا للشارع ولادنا اش غيخرجوا؟ غيخرجوا الشفاره، غيخرجوا كيكريسيو، غيخرجوا قتاله، غيخرجوا صحاب الجرائم، العيالات غيخرجوا لطرقان خايبين. راه عار. حنا حتى حنا بغينا نعيشوا عيش كريم، لان كل كان عندنا حتى حنايا كون كان عندنا ما غاديش نتسردوا بحال هكا، وما غنبقاوش عرضه بحال هكا للكاميرات والاضواء، ما غاديش نعطيو وجهنا للاضواء بحال هكا. ولكن حنا مضرورين، حنا مضرورين بزاف، ومضرورين وليداتنا. والسلام عليكم. كنتمنى من جلالة الملك يشوف فينا بعين الرأفة وبعين الرحمة، ما يبقاش الرأي العام يقول بأن الديواني راه كنخطف، لأن اللي خطف راه ما غاديش يكون المآل ديالو بحال هكا، اللي خطف راه دار الديور ودار الفيلات ودار مشاريع. والمشكلة هذا كيشجعوا لأن اللي عاد غيدخلوا للجمارك ملي غيشوفوا المآل ديال هادو بحال هكا عاد غيخطفوا بالصح.
لان غنشوفوا الناس ما داروا والو، ما داروا حتى شي حاجه، غادي ينوضوا بصح الناس غيخطفوا. وكنطلب من 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 المسؤولين يشوفوا، ومن جلاله الملك يشوف بعين الرأفة من هاد الديوانين، حشومه ها هما قدامنا ها هما كلهم بلا صحه بلا والو. واش الانسان ملي وصل للسبعينات وهذا عاد غيخرج يخدم؟ عاد يخرج يدير الدار دابا؟ عاد يخرج يديروا له هاي اكورديو ليه شي كريدي باش يدير كريدي باش يسكن؟ اولا نديروا عشات في الزناقي؟ راه حشومه، راه عار هادشي. وكنطلب من الراي العام ماشي يبقاو يقولوا لا ديوانين شفروا، لان سيروا حاسبوا اللي شفر، حاسبوا هو شخصيا، ما تحاسبوناش حنا بهذوك اللي شفروا. حنا كون شفرنا كون راه حنا بديورنا وكون راه حنا مشاريعنا حتى حنايا بحالهم.